أمي مملوش من مدينة إيموزا مرموشة، الأصل من جماعة تشيخت إقليم صفرو. مرموشة معروفة بتاريخها الحافل ومعروفة أيضا بالموارد ديالها الطبيعية الغنية. خديت اللقب الأول ديال ملكة جمال إيموزا مرموشة في مدينة ويسلان، ومن موراها تأهلت لنهائي مسابقة ملكة جمال الأطلس في مدينة مكناس، وخديت خلالها لقب ملكة جمال الأطلس للمحجبات. اللقب ساعدني كثير في المجال الفني عامة وفي المجال الإعلامي خاصة، بحيث أنه تعرفت على إعلاميين وصحفيين اللي قدروا يوجهوني ونرسم الخطة ديالي في المجال ديال الإعلام بثبات. كان أول تصريح هنا في إيموزا مرموشة هو التصريح اللي راني كنديرو معكم اليوم. تكرمت في مدن وحدة أخرى، من بينها فاس، من بينها غيغو، مع الأصدقاء ديالي خاصة جمعية إخف واسيف. وصراحة كنت ديما كنتمنى أنني نتكرم هنا في إيموزا مرموشة، بحكم أنني الأولى اللي حصلت هنا على اللقب ديال إيموزا مرموشة، ويعني تقاتلت باش نجيب هذا اللقب لإيموزا مرموشة ونكون مفخرة لهذا البلد. لكن للأسف ما سبقش لي تكرمت هنا، وكانت تكريم فقط داخل ثانوية جوج أكتوبر، ثانوية اللي قريت فيها، وهذا بحد ذاته كنعتبره تكريم ليا، لأنه كان داخل الفضاء اللي قريت فيه وعشت فيه مرحلة الإعدادي والثانوي. يعني من خلال هذا التصريح هذا اللي جمعني بكم اليوم، كنحاول أنني نبلغ واحد الرسالة للمسؤولين ديال هذه المنطقة، باش أنهم يحاولوا يلتفتوا شوية للشباب ديال هذه المنطقة وياخذوا بيديهم، لأنه صحيح عندنا بزاف ديال المواهب، ولكن للأسف مازال ما تكتشفاتش ومازال ما لقاتش دعم باش أنها تبان وتبرز. المجال ديالنا ديال إيموزا مرموشة مجال اللي هو غني، وماشي أي مجال اللي غنقولوا حنا اللي حديث أو لا. راه كيفاش كنهضروا على إيموزا مرموشة، فحنا كنهضروا بطبيعة الحال على أرض المقاومين، كنهضروا على تاريخ، كنهضروا على تراث عندنا هنا في إيموزا مرموشة. لهذا خصنا نبينوا هذا المجال عن طريق الشباب، عن طريق المواهب. أكيد الحاجة اللي فيا زوينة هي العفوية ديالي، هي الحماس اللي ربما كنشوفوا فيا أحيانا، ومن خلاله كنحاول أنني نفجر الطاقات ديالي، نبحث، ندرس، والحمد لله. وكنركز على العفوية، وكيف ما كتشوفوا أن الدليل اليوم وبلا مكياج، ولكن ما تنساوش بأن ملكة الجمال هي ملكة جمال الروح، ملكة جمال الفكر والوعي والثقافة، قبل أن تكون ملكة جمال المظهر. الحاجة اللي فيها خيبة هي أنني ما كنعرفش نفرق بين الناس اللي فيهم الخير والناس اللي ما فيهمش الخير. كنقبل كل شيء، كنأكسبت كل شيء، وللأسف هذا كيخلق لي مشكل في حياتي. أكيد العمل الخيري والخير من شيمي. شاركت في العديد من الأعمال الخيرية في مدينة فاس، مدينة صفرو، مدينة مكناس، بحيث أنه زرنا دار الأيتام، دار المسنين، وكنحاول أنني نتواصل مع المسنين. وهذا الشيء الجميل فيها أيضا أنني كنحاول أنني نتواصل مع الشريحة ديال المسنين حسن من الشريحة ديال الشباب. أكيد هذا راه ضاف لي الكثير. الخير طبعا ما غيضيف لك غير الخير. الرسالة اللي غادي نوجهها للناس اللي تيسمحوا في والديهم وفي عائلتهم غادي نختصرها، وهي يعني في جوج ديال الكلمات: كما تدين تدان. بطبيعة الحال الشكر ديالي كنوجهه للأسرة ديالي والعائلة ديالي ككل، في المكان داخل المغرب وخارج المغرب، ولكن كنشكر بالأخص واحد الإنسانة، واحد الأم الحنونة، واحد الأم العظيمة اللي عاونتني وساندتني حتى وصلت لهذا الشيء اللي وصلت له اليوم. منذ أن كنت يعني طفلة صغيرة كانت ديما كتأمن بالموهبة ديالي، وكانت ديما كتقول لي واحد الهضرة: كنتمنى نشوفك ملكة جمال. والحمد لله حققت الحلم ديالها. وكنوجه الشكر أيضا للأسرة ديالي الثانية، الأسرة اللي من هنا من دواوير إيموزا مرموشة، من أيت بزا، اللي من خلالها اكتسبت هاد الشعبية، واكتسبت أيضا حب اللغة الأمازيغية. طبيعة الحال كتعجبني الأمازيغية، وكان بحث في اللغة الأمازيغية، وكنقرأ حروف سيفيناغ، يعني كنقراها راسي. كنبحث ايضا في التراث الامازيغي المادي ولا مادي، وطالبه شعبه الجغرافيا، وكنحاول انني ندمج حتى التراث الامازيغي ضمن البحث ديال الاجازه ديالي هذه السنه ان شاء الله. واكيد اكيد اكيد الحب ديال الامازيغيه ما غيفرقنيش، لانها لغه الاصل ولغه التاريخ ولغه الاجداد، واللغه ديالي مرموش بطبيعه الحال، لانه كيعجبني نتواصل باللغه الامازيغيه، وايضا نفتح على الشعر الامازيغي ونفتح على ثقافة أمازيغية ككل. وكيعجبني نبحث بالأخص في التراث ديال إيموزا مرموشة والنواحي ديالها، يعني خاصة الفولكلور الأمازيغي، الشعر الأمازيغي. أزول في اللون أيتما دي السما لكي ذون أمي مملوش، تقلي تفولكي الأطلس نسين يفض سمراو، لاتيني خاون داتي ريخش ونشيان شيان، خاصة ميد نيش جعان، خاصة يما نيش فان فوس النسر دي وضخ
تيزي نيوض خيضت ثاني مير تنون. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.